ويبقى معنا من القامشلي مراسلنا هجار. السيد هجار أهلا وسهلا بك، يعني كيف تبدو الصورة لديك من هذه المنطقة؟ ماذا عن آخر المعطيات وعن تحييد 26 مسلح بقصف تركي؟ نعم، بالفعل منذ ليلة البارحة شهدت مناطق شمال شرقي سوريا عدة مواقع لقصف من الطائرات المسيرة التركية حتى فجر هذا اليوم، ومن بينها هذه المحطة، محطة تحويل الكهرباء في مدينة القامشلي التي تم استهدافها البارحة بمسيرة. وبحسب المعلومات كان هناك إصابة عامل كان يعمل في هذه المحطة. كما ترون هذه هي محطة تحويل الكهرباء في مدينة القامشلي، وليس بعيدا من هنا ضربت المسيرات التركية عدة مواقع في مدينة القامشلي، من بينها مبنى الأعلاف والذي هي مؤسسة مدنية في مدينة القامشلي، وشهدت عدة مواقع ومحطات توليد الكهرباء والمنشآت النفطية لقصف من قبل المسيرات التركية. محطة توليد الكهرباء القامشلي، عمودة، القحطانية وحتى المالكية، وأيضا ضربت المنشآت النفطية منها على قوس وقرية كردهول ومحطة السعيدة التي تعتبر أساسية ورئيسية والتي كانت تغذي نحو 15 قرية بالكهرباء، خرجت عن الخدمة بشكل كامل. وأيضا كان هناك قصف على محطة العودة في الريف القحطانية وهي أيضا محطة رئيسية، وكان هناك أيضا قصف على بعض المواقع في منطقة المالكية. وبحسب الأحصائيات الأخيرة وصل عدد القتلى ما بين مدني وعسكري إلى نحو 20 عنصرا، وأغلبهم كانوا في مدينة العمودة وبالتحديد في قرية تلحبش، والذي سقط بحسب بيان لقوات الأمن الداخلي 6 عناصر من قوات الأمن الداخلي. وأيضا تم استهداف محطة الكهرباء في مدينة عمودة، وبحسب المعلومات كان هناك ضحية لعامل كان يعمل في هذه المحطة، وكان هناك أيضا قصف على قرية الطويلة في بلدة تلتمر، وأيضا كان هناك قصف مكثف في بلدة منبج، وأيضا كان هناك قصف مكثف في ريف حلب الشمالي بحسب المعلومات. وكان هناك أنباء عن قيام قوات الكردية في تلك المنطقة في ريف حلب الشمالي باستهداف قاعدة عسكرية تركية، وبحسب بعض المعلومات كان هناك إصابات بين الجنود الأتراك، ولكن لم يتسنى لنا معرفة ما إذا كان الخبر مؤكدا. بالنسبة لمناطق شمال شرقي سوريا، تم استهداف أغلب المناطق من المالكية وصولا إلى منبج، وكان أيضا هناك استهداف لأربع مواقع مختلفة في مدينة الحسكة ومنها المشيرفة لعدة المواقع التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. وبحسب المعلومات كان هناك مقتل عنصرين لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة المشيرفة، وأيضا تم استهداف سيارة من نوع فان على طريق تلتمر الحسكة. وكان أيضا هناك هروب للمنظمات العاملة في مخيم واشوكاني والذي يضم نازحين من رأس العين إلى مركز مدينة الحسكة بعد استهداف محيطها بعدة صواريخ من قبل المسيرات التركية. نعم، من القامشلي مراسلنا هجار السيد، شكرا جزيلا لك.